البداية أرحب بوسائل الإعلام المختلفة، وشكرا لكم على حضوركم لأداء هذه المهمة النبيلة. يعرف حزب جبهة القوى الديمقراطية مجموعة من المستجدات على المستوى القانوني والتنظيمي، حيث تم الحسم في قضايا تتعلق في النزاع حول شرعية قيادته، وفي ظل أزمة تنظيمية ومالية طالت حتى لسان حاله جريدة المنعطف. نعلن للرأي العام الوطني ومناضلات ومناضلي حزب جبهة القوى الديمقراطية أن القيادة الشرعية لحزب جبهة القوى الديمقراطية هي القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد 16 يونيو 2019 بالجديدة، والذي انتخب الأستاذ المصطفى المفرك أمينا عاما وهياكل حي. شكرا. بعد مسيرة طويلة وسلسلة من الإجراءات التنظيمية والإدارية والقضائية، وصلنا إلى هذه المحطة المفصلية في تاريخ حزب جبهة القوى الديمقراطية. فبعد الاختلالات التي عرفها الحزب على المستوى التنظيمي والمالي والسياسي، وتزوير مخرجات المؤتمر الوطني الخامس ومخرجات دورتي المجلس الوطني بعد المؤتمر السالف الذكر، وإغلاق باب الحوار من طرف الأمين العام السابق، ولإنقاذ الحزب من هذه الأزمة تم تأسيس حركة تصحيحية بأغلبية أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب، والتف حولها نسبة كبيرة من أعضاء الحزب، عمدت على عقد ندوة صحفية لإبلاغ الرأي العام الوطني بمجريات الأحداث في حزب جبهة القوى الديمقراطية. أنا سبيل، عضو الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية. اليوم كما تبعتوا معنا احنا في هذه الندوة الصحفية باش نسلطوا الضوء على مجموعة ديال القضايا والمستجدات اللي كتهم جبهة القوى الديمقراطية، من جانب اللي تتهم الشرعية القانونية من بعد مجموعة ديال المساطر اللي سلكناها. اليوم جينا نقولوا الرأي العام، وكل مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية وكل متعاطفين منتخبين والمنتخبات، أننا هنا اليوم في جبهة القوى الديمقراطية بكل شرعية قانونية. الندوة اليوم تتندرج ضمن إطار هدف واحد أساسي، هو تنوير الرأي العام بهذه المستجدات القانونية والتنظيمية، وهي في نفس الوقت دعوة لكل المناضلات والمناضلين للعودة لصفوف جبهة القوى الديمقراطية من أجل رص الصفوف وضخ دماء جديدة في الحزب، وتجاوز كل المراحل اللي تقلات من النهج اللي مشينا عليه أيام المرحوم تهامي الخياري. شكرا لكل المنابر الإعلامية اللي جات اليوم تساندنا وتحضر معنا هذه الندوة الصحفية. وبدوري كنأكد لكم أن الشرعية تعطات المؤتمر الجديدة واللي أسفر عن انتخاب السيد مصطفى المفرق أمينا عاما لجبهة القوى الديمقراطية، وتنتخب أيضا المجلس الوطني اللي بدوره غادي يعطينا الأمانة العامة في الأيام المقبلة إن شاء الله. شكرا. فيما العسري، عضو الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية. الحزب أنا كنتمي لمدينة قلعة السراغنة، حيث تم تأسيس الحزب هذه المدينة، وكنت أنا والزوج ديالي من الناس اللي كانوا من ضمن المؤسسين ديال الحزب. خضنا واحد المخاض طويل لجعل الحزب في سكة الديمقراطة ويخدم البلاد من خلال المشروع المجتمعي الهادف الفعال كما أراده مؤسسه المرحوم سي تهامي الخياري، إلا أن الحزب عرف عدة مخاضات أدت إلى تقهقره على المستوى
السياسي، خاصة بدأ شيئا ما يفقد بريقه في الساحة السياسية. هذا البريق احنا كأعضاء ديال الأمانة العامة وجميع المناضلين في جبهة القوى الديمقراطية لبسناه، حاولنا أننا نتواصلوا مع القيادة القديمة اللي كانت كتولى رئاسة الحزب، إلا أن المحاولات ديالنا باءت بالفشل. التجأنا إلى تأسيس واحد الحركة تصحيحية لوضع الحزب في السكة ديالو الحقيقية، وهذا الحزب اللي كما أراده المناضلون ديالو باش يكون تهو إلى مصاف الأحزاب السياسية اللي كتخدم المغرب من الموقع ديالها، إلا أننا قوبلنا بالرفض. فالتجأنا وقمنا بعدة معارك آلت بالنصر، وهذا النصر كون ما حققناش ما غنكونوش اليوم في هذه الندوة الصحفية اللي غنفسحوا المجال للمناضلين والمتتبعين ديال الشأن العام سواء الوطني أو الحزبي، بأن القيادة الجديدة هي السي مصطفى الفرك الذي قطع على نفسه عهدا بمعية المناضلين الأشاوش ديال جبهة القوى الديمقراطية، كما عهدناهم بأن يقودوا هذا الحزب إلى خدمة جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالقة في البلاد. هي اليوم واحد المحطة اللي مهمة، أننا بغينا نرد للحزب ديال جبهة القوى الديمقراطية اللمعان ديالو والبريق ديالو في الساحة السياسية بمعية جميع المناضلين، سواء فاتحين يدينا الجدد والمناضلين اللي كانوا قدامى في الحزب الذين أبوا أن يتركوا هذا الحزب وظلوا مكتوفي الأيدي أمام واحد القيادة اللي ما بغاش تعطيهم حرية الرأي وحرية التعبير وخدمة الحزب وخدمة القضايا الوطنية. هل ما زلتم تتبنوا جريدة المنعطف كلسان حزب القوى؟ اليوم سنكشف الغطاء عن مجموعة من القضايا ومجموعة من الأشياء التي يمكن للحزب أن يسير ويعمل بمعية جميع المناضلين حتى يرجع الحزب إلى عهده الذي أراده المرحوم سي تهامي الخيار. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.